الأهلي الحقيقة يعني أداء للجنة الفنية أداء أكثر من رائع، ومسألة العقود ومسألة التنسيق كابتن أشرف قاسم عامل فيها أداء جيد جدا جدا. كابتن أشرف قاسم واحد من نجوم نادي الزمالك ونجوم مصر، واحد دايما بنتشرف بيهم فنيا وأخلاقيا، برنس الكرة المصرية. كابتن أشرف مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام الحمد لله. بعتذر لحضرتك النهارده على حلقة الراديو. ايه اللي حصل في حلقة الراديو؟ أنا عارف إن أنت زعلان أما أنا نسيت الاسم، أنا والله عارف. فأنت لا أنا مش واخد بالي، اشرح لي بس يعني قول لي بالراحة كده واحدة واحدة. أنا عارف إن أنا قلت الأسامي. أنت مستعجل، أنت مستعجل؟ لا أنا معاك، أنا مش مستعجل والله. إيه اللي حصل؟ أنا قلت الأسامي وبعدين كابتن أيمن قال لي كابتن أشرف قاسم، قلت له طبعًا كابتن أشرف قاسم فوق دماغي من فوق، فواجب إن أنا أعتذر لحضرتك. عارف ان انت انا تقبلت اعتذارك طبعا مليون في المية، مفيش مشكلة. محمد صلاح رمى لك الموضوع بدري عشان انا ما اتكلمش فيه. بص يا كابتن، اخدني في الطرقة وانا داخل، فانا ايه، فانا قلت لازم ابتدي فيه عشان اخلص الموضوع. طب خلاص، ما انت خلاص ما دام انت بتقول لي احنا اخوات طبعا مفيش بينا. لا يا كابتن احنا مش اخوات، انت رمز كبير نتشرف بيه وقدوة كبيرة جدا واسم كبير في نادي الزمالك، واحد من الناس على المستوى الشخصي اللي انا بتشرف بمعرفته. لا حبيبي الشرف ليا طبعا. ربنا يخليك يا كابتن اشرف، مجهود كبير جدا الحقيقه اللجنه ولحضرتك، وشايفين ابتدى امبارح فريق نادي الزمالك يؤدي باداء جيد جدا ورائع، وابتدت حته التجديد، جنش وافق، ابتدى فرجاني في الطريق. طمن بقى حضرتك جمهور نادي الزمالك على الفريق. هو مبدئيا طبعا كل الناس اللي موجوده من الساده المستشارين اللي بيديروا النادي على راس المنظومه دلوقتي، واحنا من ابناء النادي كابتن ايمن يونس هو الرئيس التنفيذي للجنه الكوره، وانا كمشرف عام على الفريق، وعبد الحليم علي كمدير كوره. احنا مفخرين نفسنا لخدمه الفريق الفتره اللي فاتت، احنا بقى لنا يعني ما كملناش اسبوعين، لكن احنا في حاجات كتير جدا بنحاول ان احنا نخلصها، كانت ممكن تخلص في اوقات اكبر من كده بكتير. والمهم الملفات اللي موجوده دلوقتي على قدامنا يعني بنحاول ان احنا نحلها، واولهم طبعا مستحقات اللاعبين وتجديد عقود بعض اللاعبين، كان بنسبه كبيره طبعا والاهم بالنسبه لجماهير نادي الزمالك فرجاني ساسي ومشكله تجديد تعاقده مع النادي. الملف ده كابتن ايمن يونس متولي موضوع التجديد مع اللاعبين اللي هيتم تجديد عقودهم، واولهم فرجاني، وبعض اللاعبين كان عنده ليهم وعود بتعديل بعض عقودهم برضه، ده نفس الوضع. ويمكن حضرتك تفضلت وقلت على جنش يعني الواحد بي 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 يعني حاسس ان هو من موجود من في النادي من هو صغير، من هو عنده 10 سنين، مش جاي لنا من بره يعني، هو فعلا ده الاحساس اللي وصل لنا، زيه زي مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي موجودين كلهم. وانا من جوايا انا اي لاعب يرتدي تيشيرت نادي الزمالك هو ابن من ابناء النادي، حتى لو قعد يوم واحد يعني، ده اللي جوايا، وده اللي انا حاسه، وده اللي حاسه في لعيبتنا. مستحقات اللاعبين احنا طبعا بنحاول ان احنا نوفرها، الحمد لله المستحقات بقت موجوده في حساب نادي الزمالك، اجراءات بنكيه بس دلوقتي، احنا اللاعبين بيتم فتح حساب ليهم في البنك اللي موجود في حساب نادي الزمالك. كنا طلبنا من اللاعبين يوم الخميس اللي فات ان هم يفتحوا حساب 10 لاعبين بس هم اللي تم فتح حسابات ليهم، والباقي احنا كنا البنك يعني تفضلوا مشكورين ان هم يبعتوا لينا موظف طبعا محترم جدا ان هو يجي يفتح حسابات للاعبين في النادي يوم الخميس. وطلبنا من اللاعبين بعد انتهاء التمرين على طول ان هم يتواجدوا في مقر الاداره على اساس يعني يفتحوا الحساب مع الموظف. 10 لاعبين بس تخيل هم اللي طلعوا والباقي يعني مشوا. فاضطرينا طبعا الموضوع يستنى لغايه بكره ان شاء الله، لان النهارده كان راحه الفرقه. برضو نفس الموظف برضو هيتفضل عندنا ان شاء الله مشكورا، احنا بنتعبهم معانا طبعا وليهم كل الشكر والاحترام. هيكون متواجد من الساعة 1 الظهر، كل اللاعبين هتيجي هيفتحوا الحساب، بعد فتح الحساب مباشرة المبلغ بيبقى سهل جدا ان هو ينتهي لحساباتهم. دي خلاص انتهينا من القصة بتاعت الحسابات او مستحقات القديمة للاعبين. زي ما المستشار هشام ابراهيم النهارده قال في المؤتمر،
توفير المقدمات العقود بتاعت اللعيبه اللي هي ال 25% بتاعت اللاعبين ان شاء الله هتبقى موجوده خلال ال 10 ايام اللي جايين. فدي برضو من الحاجات المهمه جدا اللي بتؤدي الاستقرار، يعني علشان ما يبقاش في كلام دايما على الامور الماديه. دي بتدي برضو للاعب، وحتى كمان دي بتوصل للجماهير مدى الجديه في ان احنا عايزين نوصل الاستقرار للفريق عشان يقدروا يأدوا. احنا كنا بنشتغل الفتره اللي فاتت، يعني كابتن ايمن وانا وكابتن عبد الحليم علي، على الحاله النفسيه للاعب، ازاي نوفر لهم نوصل لهم الحاله النفسيه، نوصل لهم لحاله نفسيه كويسه، ان احنا بنحاول نوفر لهم الاستقرار المادي الفتره اللي جايه، علشان هم يبقى كل تركيزهم وكل تركيزهم في الملعب وشغلهم مع المدير الفني. ودي من اهم الاساسيات او الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها الفتره الاخيره. فطبعا الامور دي بتنعكس بشكل كبير على الاداء. زي ما حضرتك عارف طبعا احنا ما وفقناش في البطوله الافريقيه، وبعدها مباشره كان في المشاكل اللي حصلت في النادي والتغييرات اللي حصلت اثرت بالسلب على الاداء الفريق في بطوله كاس مصر في مباراه طلائع الجيش، وده كان طبيعي جدا. لكن احنا كنا متاملين ان احنا نخرج من الموقف ده، لكن هي دي كوره يعني، فلازم احنا فصل طلائع الجيش، وابتدينا كلنا احنا واللاعبين لعيبتنا لعيبه محترمه جدا ولعيبه رجاله جدا وبتحب ناديها وبتحب جمهورها، فعايزين يعملوا حاجه كويسه، وده اللي ظهر في مباراه المقاولون العرب. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نفضل ماشيين على نفس النهج اللي احنا فيه ده ان شاء الله. يعني كابتن، في بعض الحاجات كده عملت يعني سوء تفاهم، بعض المواقع كاتبه النهارده ان اداره الزمالك خلاص نجحت مع فرجاني ساسي التجديد لمده سنه مقابل 1.5 مليون يورو خلال سنه، فجمهور الزمالك حس ان هو كده ساسي هيقعد سنه. بس لو اللي الناس مش عارفاه ان هو لو جدد، لو وافق على التجديد لمده سنه، يبقى كده معنى كده ان فرجاني قاعد سنتين في نادي الزمالك. معرفش الاخبار دي صح ولا غلط. بص هقول لحضرتك على حاجه، هو الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني اي معلومه حاول تاخدها مني انا شخصيا علشان تبقى معلومه سليمه. برضو انا مش هقول لك الا بعد انتهاء التعاقد مع فرجاني هقول لك بالتفصيل عدد السنوات اللي تم الاتفاق عليها. من الممكن ما اقولكش المقابل، وممكن ده من الاكيد يا كابتن، من الاكيد يعني ممكن اقوله وممكن ما اقولوش، لكن هقول لك على عدد السنوات لو في اي بنود في التعاقد ما بين النادي وما بين اللاعب تبقى بنود المفروض الناس تبقى عارفاها، تبقى معروفه للجميع، هقولها لك. لكن دلوقتي لغايه التوقيت ده في اتفاقات ما بين فرجاني وما بين الكابتن ايمن يونس ووكيل اعمال فرجاني على المده وعلى البنود اللي هتتحط في العقود، فمش عايزين نستعجل الامور يعني. هو لغايه دلوقتي مفيش حاجه اسمها سنه وسنتين وثلاثه، احنا عايزين ساسي يفضل موجود معانا على طول. لكن دي بتبقى في نوع من العرض والطلب، احنا عايزينه يبقى مرتاح وهو موجود معانا، وهو فعلا اللاعب طلع وهو وكيل اعماله قالوا ان احنا مش عايزين نسيب نادي الزمالك، احنا عايزين نبقى موجودين في نادي الزمالك. طب هو بيحب النادي جدا فمش عايزين نستعجل الامور. طب الامور كايده كابتن بالنسبه لبن شرقي، برضه كان عنده مستحقات هتبتدي برضه كله ما فيش حد هيبقى ليه حاجه كابتن. طب في ملف تاني كان كابتن ايمن يونس قاله ان هو برضه مع حضرتك، اللي هو في بعض اللاعبين زي مصطفى محمد، زيزو، شيكابالا، كانوا عايزين يعني ترضيه تعديل في العقود، وده حقيقي لان هم كانوا في وعود ان هم يتم تعديل عقودهم ولكن لم يبدأ. فاحنا ان شاء الله الفتره اللي جايه لازم كل واحد ياخد حقه على قد قدره داخل الملعب وعلى قد جهده داخل الملعب، برضو يعني كل واحد يستحق ان هو يكون يتعدل له عقده، هنعدل له عقده. الامور دي لازم اللعيبه تبقى عارفه، واحنا بنوصل لهم ده. العدل اللي هيكون موجود لكل اللاعبين هيكون كل اللاعبين سواسيه في العدل اللي بينهم من النواحي الماديه على قدر كل واحد وعلى جهده في الملعب زي ما قلت. برضو الامور بتتاخد على مراحل، يعني انت مش هتيجي تعمل كل حاجه في 14 يوم او اسبوعين في وقت قليل. في اولويات، الاولويات اللي احنا حطيناها قدامنا مستحقاتهم الاولى، لازم المستحقات المتاخره عشان ننتهي من القصه دي. وبعدين عندهم في 25% مقدمات العقود زي ما تفضل المستشار هشام ابراهيم النهارده وقال انها موجوده. دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه هي في الوقت اللي احنا بنتحرك فيه، يعني كابتن ايمن بيقعد مع اللعيبه في موضوع تعديل العقود والنسب اللي ممكن تتزود لهم في عقودهم،
فالامور واحده واحده بس. يعني احنا عايزين ايه؟ احنا بنمشي في اتجاه، وفي نفس الوقت اللعيبه الحمد لله يعني انا وكابتن عبد الحليم بنفصل ما بين حقوقهم اللي هم بيطالبوا بيها الماديه والحقوقنا اللي احنا بنطالبهم ان هم يحققوها داخل الملعب، وهي الفوز في المباراه. فالحمد لله هم نجحوا في المباراه الاولى ان شاء الله. عندنا مباريات قويه جدا الفتره اللي جايه، المباراه اللي هناخدها يوم الخميس ان شاء الله امام بيراميدز صعبت جدا بخساره بيراميدز في المباراه. فاتمنى ان شاء الله لعيبتنا تبقى مركزه كويس جدا، هم ينسوا الموضوع الثاني احنا ان شاء الله بنحله، هم يركزوا بس في الملعب وهو ده الاهم عشان يسعدوا جماهير نادي الزمالك. من وجهه نظرك الفنيه يا كابتن، انت واحد من نجوم نادي الزمالك ونجوم مصر، شيكابالا الحقيقه بيتالق الفتره الماضيه مع نادي الزمالك بشكل جيد، لو حضرتك صاحب قرار تجدد لشيكابالا كام سنه؟ دي برضو بترجع للوضع الفني لشيكابالا واحتياج الفريق. انا من وجهه نظري انا مش عاوز شيكابالا يبطل خالص. شيكابالا من اللاعبين الممتعين جدا وانت بتتفرج عليهم. غير كده دلوقتي شيكابالا بقى عنده نوع من الهدوء في التعامل كمان جوه الملعب وبره الملعب مع اللاعبين، يعني بيتقال عليه اللي هو الليدر او القائد في الملعب وخارج الملعب، وده مهم جدا. انا كانسان مسؤول او شخص مسؤول في الجهاز الفني كمدير فني او راجل في الجهاز الاداري، انت بتحب يكون عندك شخصيه من شخصيه شيكابالا. انا لو انا عاوز يعني سنتين وثلاثه، لا مش قليل عليه او مش كتير عليه. شيكابالا محتاجين ان هو يكون متواجد على طول. صح. الاحتياج الفني بقى ده بتاع المدير الفني هو اللي بيقرر. يعني على فكره شيكابالا حتى كلامي معاه انت موجود معانا جوه الملعب وبره الملعب، ان احنا في احتياج ليك في كلا الحالتين. انت موجود دي بتاعت المدير الفني، انت مش موجود دي بتاعت المدير الفني، لكن ليك واجبات وعليك واجبات. واجباتك اللي خارج الملعب دي اهم بكتير كمان من جوه الملعب، لان جوه الملعب احنا عارفين انت هتعمل ايه. انا الحقيقه انا بشيد بادائه الفتره اللي فاتت، اداء رائع جدا، والحقيقه قادر يلم الفريق برضه بشكل كويس. كان تردد برضه بعد كلام الكابتن على الكابتن، يعني برضه ان كان في بعض خلافات داخل اللجنه الفنيه مع بعض اللاعبين، هل الكلام ده ليه اي علاقه من الصح موجود مش موجود؟ ما بين اللجنه الفنيه واللاعبين كابتن عبد الحليم علي وبعض اللاعبين بعد المباراه اللي قبل الاخيره، هل الكلام طلع الجيش أيوة. لا أيوة. مفيش الكلام ده خالص. انت تعالى شوف مدى الحب والاحترام اللي بيننا وبين اللعيبه قبل التمرين واثناء يعني جلوسنا كلنا مع بعض في اوقات اللي هي قبل المعسكر، هتلاقي لها الموضوع مختلف خالص. يعني هو برضو احنا في يعني في بعض الناس بيحاولوا ان هم يعملوا عمليه تشتيت للناس وللجمهور ان في خلافات وبتاع. احنا بعيد عن الكلام ده، يعني احنا مش هنقدر نقفل بق اي حد بيتكلم بحاجه غلط او صح، الا لو انت شايف، يعني لو انت متعايش مع اللعيبه. بصراحه انا الصوره اللي شايفها قدامي علاقه كابتن عبد الحليم علي باللعيبه بكل الناس حاجه رائعه. يعني لا عبد الحليم شخصيه محترمه جدا وانسان مهذب جدا والناس كلها بتحبه، فيعني هو ما بيطلعش منه كلمه عيب ولا صح ممكن صح. حتى لو هو مثلا في عصبيه ولا حاجه، بس بدون اي تجاوز. يعني هو شخصيه محترمه وكل اللعيبه بتحبه والناس عارفه ان هو بيحب النادي. فمن من الافضل ان احنا يعني ما نحاولش ان الاشاعات دي برضو نهدى عليها شويه. الامور الحمد لله كويسه جدا بين اللعيبه كلها ببعضها، واللعيبه وبينا وباللجنه الفنيه. وبعدين هم دلوقتي فاصلين نفسهم من خالص، احنا دلوقتي واخدين اللعيبه في منطقه ثانيه يا كابتن سيف، عايزين ننجح. صح. والنجاح ده مش هيجي الا بالاستقرار، الاستقرار الفني، وان هم يكونوا بعيد عن اي مشاكل خارجيه عشان يقدروا يركزوا في الملعب، ده مش ولا اكتر ولا اقل. بتمنى لك التوفيق يا كابتن اشرف، وان شاء الله باذن الله موفق دايما، وكل التوفيق لحضرتك والنادي الزمالك، وبشكر وجود حضرتك معايا. متشكر كابتن سيف، كتر خيرك. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن اشرف قاسم، واحد من نجوم نادي الزمالك، بشكره شكرا جزيلا. عايز